أنا اسمي إليسا حبيب من عائلة تجربة وبكلوب سباتل أولمبيك لبنان. أنا اليوم بدي أقول عني إنه أنا بطلة عالم بالسباحة. هلا كيف بلشت بالشوت في سافتني كوت سوال أوبا يلي هي هلا عم علمني السباحة إنه بالسباح، وحكيتني إنه فوت معهم بالكلوب بالتجربة السباحة وفتت معهم، وما كنت متخيلة إنه رح أوصل وشافي على عدة بلدان وشارك بمباراة وكون أنا عضو بسباق الأولمبيك لبنان. بس إنسان بالماء والسباح بنسى كل الناس، لأنه الشيء اللي بنحبيه بتنسى عالم كمال وبتنسى وقت. وأنا بس إنسان بالماء إنه لو عملت غلط بالماء، لو سبحت غلط، لو طلعت خامس مش قولي اخذ همي، لانه انا تعلمت بالسجبال انه صحيح انا سبتل نيت وناس اوقات بيطلعوا علينا بطريقة انه نحن غريبين، بس تعلمنا انه نحن عنا دور وما حدا في يعملوا عنا. إذا بدي أحكي شو حماسي يمكن ما بكرت، لأنه محمسة إنه وين كنت ووين صرت، إنه بعمر سنة كنت طبت بالماء، يوم أنا عم بوقف على منتبه أولى وحاملة مدال. إذا هذا اليوم اللي عندي في مباراة بيجيني مساج من إخواتي فيتا وماليا إنه مهما كل هالشي ضلي مكفية لتوصل دق إيديك بالحيط، وأنا هيك عملت. أول ما سلت بالماء سمعت دغري 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 حطيت إيدي على حيط وطلعت مناعي في من البحر، اطلع لسوا شو من البحر، قالت لي انت انا هون، وشدت انه اول سفرة لألي واول مباراة وانا لبحت، انه شو بعد بدي من اكثر من هذا الشيء. ومن هون بلشت اتحسن واقول انه انا فيي اوصل،
وأنا عندي هدف إنه شيء كل العالم يعرفني إنه أنا بسبح بسباق الأولمبي لبنان. نحنا منساندها بس هي بتعطينا القوة، هي بتأثر فينا أكتر ما نحنا بنأثر فيها، هي بتأثر فينا بكل شيء، بكل التحديات اللي بتملق فيها وبتتحملها وبتكون قد المسؤولية بكل شيء. نحنا بصغار كل شيء بنعمله سوا نحنا وإليسا، يعني ما في فرق بيننا وبينها، وأكيد نحنا كتير فخورين فيها هلأ ودايماً support system تبعها. وبس شوفها كيف هيك عم تتطور، تسافر من بلد لبلد وكيف عم توصل إلى أهدافها، هذا الشيء بتكون رول موديل إلي، إنه أنا بقدر شوف أختي الكبيرة كيف هي عم تتطور بحياتها، أخذها إكزامبل، وبنبسط كيف هي عم تكون إكزامبل لكثير ناس كمان مش بس لعائلتها، كيف كلهم عم يحكوها، بيطمنوا عنا، بشوفوا وين عم بتصير هي بكل فاز بحياتها، وين ما عم بكون بحياتها عم ضلني خبر عنا ويعرفوا انه انا اختي إليسا حريق. Yeah.